عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير. معكم أخوكم سلطان قحطاني من موقع التقنية بلا حدود. في هذا الفيديو إن شاء الله راح أسوي لك استعراض شامل للأيسر سباير آر 13. طبعا هذا عبارة عن حاسم متحول يتحول إلى عدد كثير من الوضعيات بطريقة مختلفة تماما عن ما رأيناه في سلسلة اليوغا على سبيل المثال، وراح أتحدث عن هذا الشيء لاحقا. نسخة 2015 ظهرت في أول مرة في مؤتمر الدبليسي العام 2014، مواصفات أعلى مثل سلسلة انتل، معالجات انتل الجديدة اللي هي الجيل الخامس، وأيضا بتحسينات من ناحية نوع SSD المستخدم في هذا الحاسب المحمول. فخلوني أبدأ وأريكم وش المحتويات الموجودة بداخل هذا الصندوق. هذه المحتويات الخاصة بالحاسب المحمول R13 مقدم من قبل شركة Acer، بداية مع القلم المعروف باسم الأكتيف بين. طبعا هذا القلم يأتي بداخل الصندوق وسعره هو بشكل مستقل $50 أمريكي، وراح نستعرض القلم إن شاء الله بعد شوي، بس خلوني أقدر أطلع لكم. هذا هو، طبعا حاطين برضو مجموعة من المعلومات عن طريقة استخدام هذا القلم، وطاحت البطارية. اوكي، من هنا. هذا هو القلم، ان شاء الله اني اقدر اطلعه. فهذا هو القلم الاكتيف بين. طبعا القلم يحتاج الى البطارية من نوع تريبل اي علشان تشتغل. فهذا هو القلم، من ثم نشوف مجموعة من الكتيبات الخاصة بهذا الحاسب المحمول واللي تعطيك فكرة في طريقة التعامل مع هذا الحاسب المحمول. صدقني ما تحتاجها لان العملية جدا جدا بسيطة. ومن ثم الشاحن والسلك الخاص بهذا الحاسب، والشيء الجميل هي الحافظة الخاصة بهذا الحاسب جدا عالية من ناحية جودة التصنيع، هي مصنوع من الجلد، في اهتمام كبير جدا بالتفاصيل الخاصة بهذه الحافظة الخاصة بالR13. فهذه هي المحتويات، فخلونا نبدأ مع التصميم وجودة التصنيع. طبعا الحاسب المحمول يأتي بعدد من الوضعيات، علشان كذا هو أيضا من فئة الحاسبات المتحولة. الحاسب المحمول راح يسمح لك بتحويله إلى ستة وضعيات مختلفة تماما مع هذا الحاسب المحمول. فالحاسب راح يتحول من مثلا من حاسب محمول إلى وضعية هذه، أو إلى وضعية الرسم أشوفها، أو وضعية المالتي ميديا، أو ممكن وضعية البرزنتيشن، ممكن وضعية الجهاز اللوحي، ممكن تحولها إلى وضعية الخيمة. فعندك كثير من الخيارات اللي بإمكانك تحول الجهاز اللوحي أو الحاسب المحمول عفوا إلى عدد كثير من الوضعيات. هذه الوضعيات تسمى بوضعيات الإيزل، فالشركة راح تحط لك شرح في أسفل لوحة المفاتيح تبين لك وش الوضعيات اللي ممكن تحول فيها هذا الحاسب المحمول، وهذا شيء كويس. بالنسبة للسماكة والوزن، فالحاسب ليس الأقل سماكة والأخف وزنا، لكن جاي بسماكة جيدة جدا وبوزن جيد. الجهاز أو الحاسب يأتي بسماكة 18 مليمتر، والوزن كامل له 1.5 كيلو جرام. ممكن تلاحظ أن الوزن راح يكون ثقيل شوي، خاصة لما تحولها إلى وضعية الجهاز اللوحي. برضو من الأشياء اللي راح تلاحظها أنه الحاسب يأتي بطبقة زجاجية تقلل من ظهور البصمات، مستخدمين مادة خاصة مع طبقة الزجاج تقلل من ظهور البصمات. لو تلاحظ من هذه الجهة برضو كيف أنه الحاسب مع الإطار الخاص بهذا الحاسب منحني. من الأشياء اللي برضو راح تلاحظها مع التصميم الخاص بهذا الحاسب هو استخدام مادة البلاستيك من الجهة الخلفية، وحتى السماعتين برضو موجودة في الجهة الخلفية من اليمين ومن اليسار، تم تطويرها بمساعدة شركة دولبي. طبعا هنا المروحة الخاصة بتهوية الحاسب المحمول. لما تشوف الحاسب بهذه الطريقة فأنك راح تكتشف أنه في تعديلات جدا بسيطة ولكنها جميلة. على سبيل المثال أيسر حطت خيار لتشغيل الحاسب تلقائيا مجرد ما ترفع الغطاء، فمجرد ما ترفع الغطاء فالحاسب راح يشتغل بالشكل تلقائي حتى لو كان مطفأ وبالشكل كامل. فهذه قاعد أشوفها أو هذه خاصية أشوفها مفيدة، مع العلم أنه بإمكانك تفعيلها أو إلغاها من خلال قائمة الإعدادات. واحد من الأشياء الغريبة جدا موجودة في هذا الحاسب أنه الإطار الخاص بهذه الشاشة أو شاشة R13 ماخذ مساحة جدا كبيرة، خاصة الإطار السفلي ماخذ مساحة كبيرة،
وبنفس الوقت ما في زر للويندوز، فبالتالي هذه ممكن تتعبك شوي لما تحول الجهاز إلى وضعية الجهاز اللوحي، لكن مع الحاسب المحمول أو بوضعية الحاسب المحمول ما أشوف فيها مشكلة نهائيا. بالنسبة للمنافذ والأزرار، فالحاسب يأتي بعدد من المنافذ الجيدة، منفذ الطاقة، زر الطاقة أو تشغيل وإطفاء الحاسب بالمحمول، عندك برضو منفذ اليو اس بي، قارئ للذاكرة، من جهة الأخرى راح تشوف منفذين يو اس بي 3.0، منفذ صوتي مدمج معه الميكروفون، ومنفذ ال اتش دي ام اي كامل الحجم. هذا فيما يخص بالتصميم وجودة التصنيع للحاسب الار 13. ننتقل إلى لوحة المفاتيح ومنطقة الفأرة. راح تلاحظ انه لوحة المفاتيح او المنطقة الخاصة بلوحة المفاتيح منعزلة عن تصميم الحاسب المحمول، وهذا اشوفه شيء كويس بحكم انه بامكان او من ناحية تجربة كتابة مراجعة من خلال هذا الحاسب ما واجهت فيها مشكلة. الشيء اللي واجهت او الشيء اللي اشوفه تحتاج وقت عشان تعود عليه هو استخدامك للوحة المفاتيح، بحكم انه الازرار الاساسية مثل زر الكابس لوك الحروف الكبيرة يعني او الاسكيب والازرار الاسهم تأتي باحجام جدا صغيرة، خاصة الكابس لوك من يعرف ليش جاي بهذه الطريقة. إذا فقط أو مجرد ما أنك تعودت على طريقة كتابة مع لوحة مفاتيح، فصدقني أن الاستجابة راح تكون ممتازة مع هذا الحاسب. الحاسب يأتي بلوحة مفاتيح بإضاءة خلفية بتقنية ال LED. بالنسبة لمنطقة الفأرة، فالحاسب قدم استجابة ممتازة من خلال منطقة الفأرة، وخاصة الحركات الخاصة بنظام الويندوز مثل التقريب والإبعاد والتعرف على الزر الأيمن والزر الأيسر، ما واجهنا فيها مشكلة، فهذا الشيء كويس مع هذا الحاسب المحمول. الشيء اللي لاحظناه أنه لما تسوي بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، ف تلاحظ زي ما انت شايف الحين قاعد يعطي استجابة كويسة لما تضغط بهذه الطريقة وتضغط على الزر الأيمن، فإنه يتعرف على الفور إنك ضغطت على الزر الأيمن أو إنك ضغطت على الزر الأيسر، فهذا الشيء كويس مع لوحة مفاتيح الـ R13. ننتقل إلى الشاشة والقلم الضوئي وأيضا الصوت. الحاسب المحمول يأتي بشاشة مقاس 13.3 إنش. الشاشة تأتي بدرجة وضوح مختلفة، أو عندك نوعين من درجة الوضوح، الأولى 1080x1920 وفي الأخرى 1440 وفي 2560. اختر الأولى إذا يهمك موضوع أن الدقة تكون ممتازة، لكن ما يهمك أن التفاصيل تكون بارزة وبالشكل واضح جدا، أو يهمك موضوع البطارية. ال 1440 في 2560 ممتازة من ناحية التفاصيل، وبالغالب الأشخاص اللي راح يختارون هذه الدقة هم محترفين في عالم المونتاج وأيضا في الفوتوشوب. الشاشة بشكل عام ممتازة من ناحية الألوان، زوايا الرؤية والتفاصيل، لكن مستوى الإضاءة من خلال هذا الحاسب أقل ما موجود في عدد من المنافسين مثل اليوغا 3 برو وأيضا أو الـ HP سبكتر الـ X360. طبعا الشاشة تدعم تقنية اللمس، فما لاحظنا فيها أي مشاكل او تاخر في الاستجابه او عدم الاستجابه وبالشكل النهائي. ومن ثم القلم، هذا القلم الخاص بهذا الحاسب المحمول يعرف باسم الاكتيف بين، طبعا سعره بشكل مستقل 50 دولار امريكي. القلم طبعا راح يشتغل مع عدد كثير من البرامج، لكن هذه البرامج متعلقة بمجال الرسم وغيرها، فعندك الفريش بينت واللي يعطيك أفضلية في استخدام القلم. من ناحية حساسية الضغط فهي جيدة، ليست الأفضل، حساسية الضغط تحتاج أنك تضغط وبشكل قوي علشان تقدر ترسم بالخط العريض أو بشكل خفيف علشان يعطيك الخط النحيل. ومن ثم تعود إلى سطح المكتب، فبإمكانك الاستفادة من الزر الموجود في هذا القلم. على سبيل المثال أنت موجود هنا، تضغط مرتين فيعطيك خيارات للوصول إلى التطبيقات اللي تدعم هذا القلم الضوئي. فعلى سبيل المثال عندك الون نوت، كتابة ملاحظات أو أخذ صورة للشاشة، فعندك كثير من الخيارات مع القلم اللي هو اكتف بن. هذا فيما يخص بالشاشه. نجرب لكم الصوت الان والشاشه، فيا ليت تشاركوني بخانه التعليقات تقولون لنا رايكم عن الشاشه الخاصه بالار 13.
flesh. No matter who wins or loses, trouble always comes around. هذا فيما يخص بالشاشة للآر 13. ننتقل إلى موضوع البرنامج الخاص بالصوتيات. طبعا الصوت جيد، ليس الأفضل من ناحية جودة الصوت، الصوت عالي لكن الجودة ليست الأفضل. فعندك عدد من وضعيات الصوتيات، الميوزيك، الجيم، الفويس، فممكن تستخدمها في رفع من جودة الصوت الخاص بالآر 13. ننتقل إلى الأداء والبطارية. الحاسب المحمول يأتي بأقوى المواصفات. طبعا عندك الكور i5 وعندك الكور i7 الجيل الخامس من معالجات انتل، ذاكرة شوية 8 جيجا بايت. عندي أنا المعالج الكور i7 5500U بسرعات 2.4 جيجا هرتز، ذاكرة شوية 8 جيجا بايت، وهذا شيء كويس. 256 جيجا بايت من نوع SSD بتقنية الوايرلس بنطاق AC والبلوتوث النسخة الرابعة. الحاسب سريع جدا جدا، سريع من ناحية الأداء والمهام، ما واجهنا فيها أي مشاكل. كرت الشاشة اللي هو 5500 قاعد يعطي أداء جيد، لكن هذا الحاسب ليس مخصص لعالم الألعاب إلا إذا قللت من درجة الوضوح، فبإمكانك اللعب ببعض الألعاب. الشيء اللي عجبني جدا 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 عجبني هو سرعة SSD، خرافي جدا جدا سريع من ناحية حتى تشغيل الحاسب، ففي سرعة عالية جدا. فهذه تجربة بس أوريكم كيف أن سرعة هذا الحاسب من ناحية التشغيل. فأنا الآن طفيته وبسكر الغطاء، أبفتح الحاسب المحمول، لاحظ أنه أشتغل. طبعا هذا الخيار موجود أنك تقدر تشغله وتطفيه، فلاحظ السرعة الخرافية في تشغيل النظام. هذا يعني انه الSSD الموجود في هذا الحاسب جدا خرافي من ناحية قراءة البيانات ونقل وكتابة البيانات، جدا عالي، فشيء مبهر يا أيسر. هذا فيما يخص بالأداء. بالنسبة للبطارية، فالبطارية الخاصة بهذا الحاسب تأتي بأربعة خلايا. طبعا الحاسب محمول مع الجيل الخامس معالجات انتل، هذا المعالج الخاص باستهلاك أقل للبطارية طبعا بنواتين. فانتل نجحت أو أيسر نجحت في وضع بطارية بعمر جيد جدا جيد، 7 ساعات ونص الساعة مع الاستخدام العادي وضبط الإضاءة بشكل تلقائي، ومن ثم كتابة المراجعة مشاهدة بعض الفيديوهات، البطارية تعطي 7 ساعات، فهذا الشيء كويس. الأمر أولا وأخيرا يعتمد عليك في طريقة استهلاكك للبطارية. بالنسبة للنظام فما في شيء يعني صراحة يستحق الذكر. نظام الويندوز 8.1 نسخة الـ 64 بت البرو طبعا. فأقدر أقول لك من ناحية الإيجابيات والسلبيات الخاصة بهذا الحاسب هي كالتالي. الحاسب راح يعطيك وضعيات تحويل جدا مفيدة وخاصة أنها كثيرة جدا مقارنة بأي حاسب محمول آخر. الأداء خرافي الصراحة، وخاصة الSSD، وبطارية جيدة جدا جيدة. للأسف ما في زر الويندوز، وأيضا جودة الصوت ليست الأفضل مع هذا الحاسب الR13. فهذا استعراضنا الشامل للR13. نشوفكم على خير إن شاء الله، مع ألف سلامة.